مباشرة مشاهدين الكرام من مدينة الدار البيضاء بالضبط حي محمدي، أكبر مطبعة شوفوا شنو واقع فيها على المباشر من مدينة الدار البيضاء. تدخل كما كتشاهدوا معنا رجال الوقاية المدنية توقع مع الوقفة ديال الجمعة، كما كتشاهدوا معنا مجهودات كبيرة للوقاية المدنية لإخماد هاد النيران المشتعلة. الناس صراحة مصدومين، الله يدير تاويل ديال الخير، الناس مصدومين من هادشي اللي وقع في هاد المطبعة بمدينة الدار البيضاء بالضبط في الحي المحمدي كما كتشاهدوا معنا. هاد واش كاينين خسائر بشرية؟ واش كاين الناس كتبكي صراحة؟ ربما الله أعلم أن باقيين شي ناس لداخل أو بعض العمال ديال هاد المطبعة كما كتشاهدوا معنا على المباشر اللي قادية فيها الحافية كما تنقولوا. مجهودات كبيرة ديال الوقاية المدنية في انتظار عافية شعلة في واحد المطبعة الحي محمدي ورا المجازر القديمة. كما كتشاهدوا معنا النيران لا زالت مشتعلة كبيرة ديال رجال الوقاية المدنية لإخماد هاد النيران ألسنة النهاب. الحيط ممكن يطيح أي لحظة. مجهودات كبيرة ديال رجال الوقاية المدنية للسلطة المحلية هنا في منطقة الحي المحمدي. النيران لا زالت مشتعلة ورجال الوقاية المدنية كيقوموا بمجهودات ديالهم الجبارة إخماد هذا الحريق. واش كاين شي عمال داخل؟ هنا عدة أسئلة اللي مازال الله يدير شي تاوي ديال الخير والله يفرجها. كما كتشاهدوا معنا هذه مطبعة رجال الوقاية المدنية مازال كيقوموا بمجهودات كبيرة ديالهم لإخماد الحريق. حوالي نصف ساعة من الآن رجال الوقاية المدنية تقوم بمجهودات كبيرة لأجل إخماد الحريق أو إنقاذ الناس العمال داخل هذه المطبعة. رجال السلطة المحلية كل شيء هنا يقوموا بواجب ديالهم من أجل السيطرة على هذا الحريق. هذه مطبعة كبيرة من مطابع المدى الخدمة كما كتشاهدوا معنا. السلطات المحلية هنا خدامة بكل تفاني للسيطرة على هذا الحريق أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كما كتشاهدوا معنا تنتقل النيران. مجهودات كبيرة ديال الناس ديال الوقاية المدنية لإخماد هذه السيطرة على هذا الحريق اللي شعل من منطقة الحي المحمدي قرب المجازر القديمة بمدينة الدار البيضاء. الله يدير شي تاوي ديال الخير الله يفرجها. كما تنقولوا الله يدير شي تاوي ديال الخير. نتمنوا ما يكونوش عندنا خسائر في الأرواح. ممكن هذا الحيط يطيح. النيران لا زالت مشتعلة، المجهودات لا زالت قائمة. إذا كما كتشاهدوا معنا أكيد أن هذه راه مطبعة، أكيد أن الشرطة العلمية والتقنية حاضرة في عين المكان للوقوف على كل صغيرة وكبيرة. بشرية ما نتمناو ما تكونش خسائر بشرية. السلطات هنا متجندة على قدم وساق، وقفة رجل واحد للسيطرة على هذا الحريق المشعل بأحد المطابع بمدينة الدار البيضاء بالضبط بمنطقة الحي المحمدي قرب المجازر القديمة. هي مجهودات كبيرة للسيطرة ولمحاولة إخماد الحريق اللي شعل هنا في منطقة الحي المحمدي. الله يلطف الله يدير شي تاوي ديال الخير الله يفرجها. كما كتشاهدوا معنا محاولات حثيثة لأداء الوقوف وللسيطرة على هذا الحريق المشتعل أحد المطابع في منطقة الحي المحمدي. المدنية يشتغلوا تهم على قدم وساق من أجل الوقوف. الشرطة العلمية الشرطة القضائية جميع المسؤولين هنا حاضرين قائد منطقة. نتمنوا أن النيران كما كتشاهدوا معنا المسؤولين هنا في منطقة الحي المحمدي جميع حاضرين للوقوف على هذا إخماد الحريق. اللي قلنا أنه في مطبعة الناس خايفة من هذا الحريق الذي يشكل معنا في مدينة الدار البيضاء. لا زالت
الاجراءات ديال الوقايه المدنيه ديال الوقوف على هذا الحريق المشاهد بمنطقه كما كتشاهدوا معنا النيران غادا كتزاد ماشي غادا كتنقص كما كتشاهدوا معنا بالحي المحمدي، واحتمال ان يكون خطر على الناس، خطر على المارة، لان فيه موقف. الله يسر الله يسر كما تنقولوا، الله يسر والله يدير شي تاويل ديال الخير، والله يفرجها، والله يحد هذا الباس كما تنقولوا. مجهودات كبيره، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. مجهودات كما كتشاهدوا معنا ديال رجال الوقايه المدنيه بعين المكان لمحاصره هذا الحريق للقضاء عليه. ربما كاين اصابات الوقايه، كيخبرونا المسؤولين هنا بضرورة مغادرة المكان لأن كيشكل خطر على كل متواجد هنا. ولكن رجال الظل، الناس ديال الوقاية المدنية كيغامروا بريوسهم كما تنقولوا لأجل السيطرة على هذا الحريق اللي شب في أحد كما تنقولوا أحد. إذا الخطورة تستوجب منا المغادرة. الوقاية، تحية لكل المسؤولين اللي حاضرين هنا لعين المكان لمحاولة إخماد هذا الحريق اللي تنظن أنه لأن اللي كاين هنا هو الأوراق، هذه مطبعة اللي فيها كما تنقولوا الأوراق قابلة للشعال، قابلة أنها تشتعل أكثر، قابل أنها احنا ملي جينا كانت نيران صراحة، ولكن غادا وكتزاد والخطر واقف هنا، ونتمناو ان الخطر يتوقف. مجهودات كبيرة كما كتشاهدوا معنا ديال رجال الوقاية المدنية، الامن، جميع المسؤولين هنا للابتعاد على هذا المكان لانه يشكل خطر، وممكن ان تطيح شي حاجة من هنا، ممكن بزاف الحوايج. المسؤولين هنا على قدم وساق من اجل تفادي الخطر، نحاولوا نبعدوا شويه من المكان. اذا هي مجهودات كما تشاهدون معنا على المباشر، مجهودات كبيره لان ممكن كما قلنا ان الحيط ينفجر، ممكن ان هذا الحيط يوصل. الموارد قابلة للشعال. إذن خسائر مادية كبيرة، محاولة السيطرة والوقاية المدنية رغم أنهم يلاه جاوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، دايرين المجهودات ديالهم، دايرين اللي عليهم. الناس كباقين، الناس كتغامر بروحها ما عرفتش علاش. اذا الله يدير شي تاويل ديال الخير. دور السلطات المحليه هنا لعين المكان، الله يدير شي تاويل ديال الخير. قلنا شوفوا ما كتشاهدوا معنا رجال، محاولات ديال الرجال، مجهودات كبيره للسيطره على هذا الحريق اللي شحال في مطبعه. ياك اخويا انت من مطبعه؟ هذه مطبعه وليني اللي بها مجموعه من المواد اللي هي قابله للشعاع. في جار كاع بطبيعه الحال، بطبيعه الحال. قلنا نستودعكم الله يعني من اجل يعني غادا كتزاد، غادا كتزاد وغادا كتقوى، والله يدير شي تاوي ديال الخير. المجهودات كبيره ديال رجال الوقايه المدنيه، المسؤولين، كل شيء حضر هنا لان بس ما عرفش الناس كتغامر براسها، كتغامر بروحها. الناس ما عرفتش باغا دير، باغا دير خدمة ديال الوقاية المدنية.
الناس كيبهم ان راه كاين خطر. كاين مجهودات كبيره، كلشي حاضر هنا للمحاوله ديال السيطره على هذه المعركه. صراحه الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يفرجها، الله ييسر الامور. كاين بزاف مواد قابله للاشتعال، ولكن الناس كتخاطر كتغامر. مازال كما كتشاهدوا معنا، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يفرجها، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله ييسر، الله يطفي العافيه. الناس صراحه العمال صراحه الله يدير شي تاويل ديال الخير، شنو نقولوا؟ الخسائر كبيرة، خسائر مادية كبيرة، ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ. المسؤولين كيحاولوا أن يغامروا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن الخسائر كبيرة وكبيرة جدا. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يفرجها، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يفرجها، الله يدير شي تاويل ديال الخير. الناس مساكن ما صابرينش، العمال ديال هاد المصنع ما صابرينش، ديال هاد المطبعه ما صابرينش. وشوفوا معنا صراحه تحيه وبرافو كبير للرجال الوقايه المدنيه، تحيه وبرافو كبير لهم، اللي كيغامروا برواحهم وكيغامروا بنفوسهم من اجل المنفعه العامه وخدمه هذا الوطن. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يفرجها، الله يفرجها. وصراحه خسائر ماديه كبيره وكبيره بزاف، لانه هذا المحل خاص هي مطبعه صناعيه، مطبعه كبيره. ملي كندوي على المطبعه راه كندوي على ربما عده اشياء اخرى قابله للاشتعال. الله يفرج، الله يفرج، الله يفرج، الله يدير شي تاويل ديال الخير. اذا الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يفرجها، الله يفرجها. مجهودات كبيره كما كتشاهدوا معنا ديال الوقايه المدنيه، الامن الوطني، السلطات المحليه مشكورين، كل شيء كيقوم بالدور ديالو حسب المسؤوليه ديالو، حسب ما يراه. صراحه حتى العمال هنا في كيبان العلاقه ديال الاجير بالمؤجر بالعامل برب العمل. ملي كتشوف الناس كتغامر عرف انهم راه الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. الله يفرجها، الله يفرجها، شنو نقول؟ الله يفرجها، الله يفرجها، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. كان دار الباشا في المنطقة رئيس المقاطعة، جميع هنا واقفين وقفة غزة كامل أجل المصلحة العامة. سي يوسف ديما كنشوفوك في السراء والضراء. وي أقسم بالله. الله يدير شي تاويل ديال الخير. الكل يتواجد من أجل المصلحة العامة، من أجل السيطرة على الحريق، من أجل إخماد هذا الحريق. وصراحة والله العظيم أنا كأقولها وأفتخر ملي كنشوف الناس ديال الوقاية المدنية. شوف الناس، شوف كيفاش كتخدم، شوف كيفاش كتخدم، شوف الحب ديال الوطن فين كيتجلى. وصراحة هاد الناس ترفع لهم القبعة، يغامروا بحياتهم، يغامروا بكل شيء من أجل المصلحة العامة. شوفوا هاد الناس كيفاش كيتحركوا، شوفوا معنا التحركات ديال رجال الوقاية المدنية كيفاش كيتحركوا. ويا عبد الله اللي كنشوف واحد، كنشوف واحد المنظر، شوف الناس ديال الوقايه المدنيه كيفاش كيتحركوا، كيفاش كيجريو، كيفاش خدامين. تحيه لهاد الناس صراحه. على ذكر تحيه لهاد الناس، لكن رساله الى اكبر مسؤول بالوقايه المدنيه من اجل باش يحاولوا يقلل
نقلبوا على معدات حديثة اللي تمشي مع العصر ديالنا، لأننا باش نشوفوا واحد الشركة كبيرة أو واحد المطبعة كبيرة بهذا الحجم، ما الخراطيم ما غاديش يطفيو العافية على واحد المدة. تنتمناو هاد الرسالة باش توصل. أيوا سمعوا لك، هما جاو كمية أخرى خويا عبد الله، الهول ديال هاد الهول ديال الوعي المدنية. شوف الناس كيفاش كيخدموا صراحة، حنا كنشوفوا الناس، الرجال الرجال رجال رجال صراحة. شوف 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 الناس، شوف شوف صراحة اشوف السيد راه بلا كاس لا والو، غادي داخل كيغامر، كل شيء وقف على القدم وساق من اجل احماد هذا الحريق هذا اللي من حي المحمدي اللي في اكبر المطابع صراحة. نشوفوا حاليا الالف وكاسر في الزلاجة من الوقاية البدنية اللي شي حاجه شعلات، شي حاجه انفجار داخل هاد انفجار اللي صراحه هز المكان وخلق الرعب في هاد المكان. ربما اننا ننتقل في مكان اخر، ربما اننا ننتقل في مكان اخر، وشي واحد الانفجار قوي اللي كان على هادشي. شنقول لكم؟ خاص معدات حديثه، الرجال كاينين، الرجال كاينين، لكن المعدات ما غير حديثه صراحه. ربما اصابه، ربما اصابه، ربما اصابه جميله. يعطي السلامه. اذا كما كتشاهدوا معنا تضافر الجهود، ربما كاين شي اصابات، ربما 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 كاين شي اصابات، ربما ربما صراحه الانفجار اللي كان قوي وقوي بزاف. الدعوات ديالكم المغاربه لكي يتم ربما ان شي حاجه اصابه، ربما ان اصابه. كما كتشاهدوا معنا رجال الوقايه المدنيه طلعوا للسطح ديال هذا المحل، ربما ان اصابه صراحة. صراحة كيقوموا بواحد العمل جبار وكبير، عمل جبار واكثر من جبار، لكن المعدات وهذه رسالة والمعدات الحديثة الامكانيات الماديه، اما الامكانيات البشريه، البشريه كاينه، موجودين تقنيات ورجال وابطال كيجريو. واللي زاد صراحه، اللي زاد عجبني اليوم هو شفت رجال الامن هازين تشيو كيعاونوا، هذا هو المصلحه العامه، المصلحه العامه. شكرا للمغاربه على التضامن ديالهم، دعواتكم دعوات السيد هذا الله يعوضه، الا كان خلص تحميلات ولا سيروس ديالو راه غادي يتعود كذلك اكيد. العمال باش يعاود يخدم هذا المحل خاصه واحد المده، وفيه واحد النسبه كبيره ديال العمال اللي غتصبح مشرده. شو الناس مساكن صراحه، العمال عمال تخرجوا صبابطهم وحوايجهم مساكن. تحيه قابل للشعار، كبير وصغير تعرف هاد المطبعة هادي، هادي من أكبر المطابع من حي المحمدي، دوار الصحة، دار بيضاء، الشحش عند لاكاف دايرين فيه، مستودع ديال الكرتون، تنتمناو باش يتم الإخماد ديال هاد الحريق، حيت لا شفت في المستودع كارثة، أكثر ما هي راه كارثة، تنتمناو باش يتم الإخماد ديال هاد الحريق، الوقاية البدنية التي على قدم وساق، سمعت كل الحاضرين قوة، كل حاضر قوة، وكذلك رئيس الجامعة شخصيا. كلشي مقدمين، كلشي بالحضور ديالهم مباشرة، داكشي الحمد لله. وحنا غادي ان شاء الله غادي نسيطروا على العادي باذن الله.
لازلنا معكم على المباشر ولازال الوضوء على ما هو عليه، لازالت المجهودات متواصلة مستمرة، لازالت ألسنة اللهب، العافية مازال كتستمر في الانتشار رغم المجهودات الكبيرة ديال رجال الوقاية المدنية. الله يدير شي تاوي ديال الخير، الله يفرج، الله يفرج، الله يفرج، الله يدير شي تاوي ديال الخير. إذن المجهودات لا زالت مستمرة كما كتشاهدوا معنا على المباشر. إذن هذا المكان، هذه مطبعة كاينة في دوار سي أحمد، لا فيلات الدار البيضاء. إذن لا زالت مجهودات متواصلة. تكلف حملة الوالدين. إذن كما كتشاهدوا معنا مجهودات كبيرة متواصلة مستمرة للسيطرة على النيران المشاهدة في أحد المطابع في مدينة الدار البيضاء. الله يدير شي تاوي ديال الخير، مجهودات كبيرة ديال الوقاية المدنية، أمن كل شيء حاضر. سي مباشرة نجاوبك، ما فهمتش كيفاش كتقول. السلامة 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 يا ربي السلامة يا ربي السلامة. إذا المشاهدين الكرام غنرجعوا لكم بعد قليل، بقوا معنا.